الرحمن الرحيم. أولا ياسين زايد أمين عام تاع مجلس النقابي شركة إيرفت ألجيري تابعة لمجموعة كومباس تيم فيليار تاع الجروب كومباس. الجروب كومباس هي ليدر مونديال دي ريستوراسيون كوليكتيف. الشركة هذه باش نعطيكم نظرة عليها، الشركة هذه دخلت الجزائر في 97 سباتين. ils avaient que deux remontes qu'ils avaient louées sur la base يقولها انترالوس. 10 سنين بعد، 10 سنوات من بعد، راه درك 12 سنه من بعد درك اصبحت تملك، معناتها عندها اكثر من 3500 عامل. المشكل انه يعني هنا نعرفوا باللي الشركه هذه قدرت تدير قدرت تنجح في المشروع تاعها في الجزائر، ولكن مدة 12 ساعة يتعامل الجزائريين تنعل فيهم وتعامل فيهم كالحيوانات. دوك هي انا اولا باش نعرف برك انا المهنه تاعي كانت شركه كمسؤول امن سوبرفيزور سيكوريتي. اولا كنا مجموعه تاع 54 عامل داخل الاداره لا ديريكسيون جيتي اون كونترا بيرمانونت. الباقي يعني على ليبوك جيتي 2300 اوفري 1800 اوفري كامل دي كونتراكتيير. احنا ما قبلناش باش المعامله السيئه اللي كان عامل بها المسؤولين، رغم اننا الاشاره ان كل المسؤولين داخل الاداره بما فيهم انا الدمشي كنا معاملين بطريقه يعني لا باس بها، ولكن في سياسه هذه الشركه اللي تعتني بالمسؤولين تاعها داخل الاداره، اما باقي العمال يعني اكثر من 1800 عامل ولا كانت نوع من الابارتايد كاين عايشين في هذه الشركه. احنا ما قبلناش بهذه المعامله، ما قبلناش بهذا التسلط، ما قبلناش بهذا الاسكلافاجيز موديل. اذا ولينا نسونسيبيليزو في العمال لانشاء فرع نقابي داخل الشركه. وتم ذلك الى انه الشركه ما حبش تعترف بالمجلس النقابي هذا وضربت عارض الحائط كل قوانين الجمهوريه الجزائريه الدستور الجزائري. وبالمعنى احنا كيما نقولوا في الدارجه قال لك جينا نوكلوكم دركا وليتوا تحلوا في فمكم، هذا بمعنى كيما نقولوا احنا في الدارجه. ورغم انه انت شركه ما عندها سبحان الله يعني شفت مسؤولين كبار في السلطه الجزائريه في كل جهه طبطبت على كل البيبان، قلت لهم يا جماعه لو كانت شركه اللي في السنوات الارهاب مثلا يعني جات الجزائر وزو انفستي دو لارجون، عطيت مثال على ذلك بريتيش بتروليوم ولا انادارك ولا بعض ميتي ناسيونال موجودين صحراء جزائريه، من قبلها وكانوا يقولوا لي الفكره انه يا ياسين هذه راها بوليتيك والى غير ذلك، رانا فاهمين ورانا جزائريين ونعرفوا بعضنا البعض، ولكن شركه بسمحوا لي بالدارجه نقول شركه طلابه جات الجزائر اللهم الاستثمار الوحيد اللي جابته جابوا معاهم المعالق وجابوا معاهم لي كويير ولي فوشير، هذا هو الانفستيسمون الوحيد اللي جابوه، اما يعني الفائده كامل اللي تحصلوا عليها في الجزائر هنايا وكامل الاموال الطائله لموها الجزائر لموها على ظهر العمال البسطاء الجزائريين المساكين. كل الجزائريين وخير مثال على ذلك، خير مثال على ذلك باش نشوفوا وين داتهم الجرأه ان مدير هذه الشركه مدير اسمه بير جوال مدير هذه الشركه يسب الجزائريين ويقول لهم انتم جزائر شعب همجي وما تستحقونش الاستقلال. رفعوا عليه العمال قضيه في العداله. اذا رفعوا عليه العمال في قضيه في العداله في اول بدء يعني تم محاكمته ب 50,000 دينار غرامه. يدير ان ابال نفس القضية اللي تحكم عليه بالبراءة تحكم عليه أنايا ب 230,000 دينار غرامة يعني وثلاث شهور السجن غير نفت بور ديفاماسيون سي الانترنت بور افوار دينونسي هاد لاكومباني هادي وبور افوار دينونسي لي ميثود وبور افوار دينونسي هاد المجرم هذا اللي سبنا في بلادنا ياك يعني العدالة تحكم له بالبراءة وأنا تحكم لي ب 23 مليون غرامة كيش دوا بي دون لي كيلكي جور افوني سينو سافا ترين سيزي كوربورال. على كل حال المشكل كبير وما كانش باش يكون في علمك كاين نقطة أخرى وما كانش مسؤول هذا فقط كاين ثاني مسؤول ثاني في نفس الشركة مسؤول ديتاشي سيمبال دو علي بيرتون تابعة للشركة هي اللي راه متكلفة بإطعام هذه الشركة يعني اسمه ديت مانيش متذكر رغم أني عندي حتى الأحكام تاعهم الأحكام تاعهم ثاني كذلك سب نفس الجزائريين قال لك دو كانيبال سالاراس.
والله شوف نعالي باش نجرب فقط نعطوا لمحة على القضية، وأنه لما احنا pour avoir créé le syndicat. On a créé le syndicat c'est pour arrêter l'esclavagisme moderne, هاد لابي دو بوفوار تاع هاد الميغالومان، جي دي بيان الميغالومان طاغوت اللي ولا في بلادنا. واكيد انه هاد الانسان هذا باش تجرى كيما هكذا، لانه كانت عنده ضمانات، اكيد انه كانت عنده ضمانات، يتعامل مع ناس واصلين اللي وصلوا باش عطاو هاد الحريه في التصرف في اعراض الجزائريين بهذه الطريقه. نهار اللي اسسنا فرعنا الطبي تحت افيلياسيون اون ايتي افيليا لي جي تي ا، لانه افيليا لي جي تي ا شركه رمز التعامل معنا. الشيء اللي قاموا به هو فوت رويونت كونتر لو سكرتير جينيرال، يعني كونتر يعني كونتر الاعضاء تاع المجلس النقابي، وقد تم توقيفه عن العمل، تم توقيفه عن العمل ومتابعه قضائيا بتهمه سب وشتم المسؤول، وتم بداوا متابعات اخرى قضائيه للبلان سون سكسيدي، البلان تاع متابعات قضائيه بور افوار دينونسي الشركه في السيت ويب كي جافي كريي على ليبوك، والى غايه الان مازالت المتابعات هذه تمشي. كنت علمك اننا لما الشركه رفضت تعمل معنا كمجلس نقابي، وكنت مازلت خدام في الشركه، درنا طلب تدخل من مفتشيه العام تاع حاسم مسعود. مفتشيه العام بعثت ديزانسبكتور طرافاي لهذه الشركه، تم طردهم وسبهم من طرف المدير هذا للميغالومان بالزوال، تم طردهم امام الملا. نعم هو في الحقيقة بلجيكي من جنسية فرنسية. نعم إذا تم طردهم من طرف هذا المدير ورفعوا عليه قضية العدالة، والصحافة طرقت لها اليوم جلد الشروق طرقت هذه القضية هذه، لأنه ما ناش عارفين كيف راحوا سحبوا الشكوى تاعهم وصراطة ومشكلة. رغم ذلك وعندي حتى في الموقع تاعي عندي باين إذا صادق إذا داروا بروسيدور فال الشركة، داروا بروسيدور فال الشركة على أنها ما حبتش تتعامل مع المجلس النقابي. المهم أنه المشكل أنه احنا المشكل اللي وقع هو أنه الشركة قدرت تقنع الأمين الولائي الاتحاد الولائي سليمان سطر الاتحاد العام للعمال الجزائريين اللي راح يجمد المجلس النقابي، وبالتالي أعطى الفرصة للشركة هذه باش بون سيسبوندر العمل تاعي، وقاموا بمتابعه القضايا الى غير ذلك. روحنا شكينا في السونترال سانديكال، وبتدخل الامين الوطني سيدي سعيد راحوا رفعوا التجميد على المجلس النقابي، ولكن المشكله ان الكونترا كانت مدارك، يعني الكونترا كانت مدارك ما بين هذا اللي كان المفروض يمثل العمال وكان المفروض يضرب على العمال، الكونترا دايرها مع الميتي ناسيونال جو سي با واش عرضوا عليه باش قبل يجل ايليغالمون لا سيكسيون سانديكال، رغم انه القانوني منعو باش يدير هذا الشيء. راح رفع التجميد عليا رفع التجميد عليا كامل معناتها ورجع لي الشرعيه كامل عام الجيش النقابي، ولكن انا بقيت نحوم يعني ندور وحدي. ايزون في دي بريسيون على لي زوتر مومبر اللي بقاو تاع الجيش النقابي، دونك الجماعه كامل زون ديبوزي لور ديميسيون. الحمد لله حنايا شوف بديت وراسم، بديت كيما تكلمنا قبل بديت نبعث اكثر من 500 رساله في اليوم. الوحيدين اللي اجابوني الوحيدين هما من نقابات اجنبيه وفدرالات اجنبيه، على راسهم الفيدرالي النقابه الفرنسيه لا سي اف دي تي، يعني هذا مجرم، ما نقولش الجنسيه تاعها فرنسي، انا سب الجزائريين الاوائل اللي وقفوا معايا فرنسيين باش يقولوا هذا المجرم هذا ما عندكش الحق تتهم الجزائريين بهذه الطريقه، وما عندكش الحق تسب الجزائريين تعامل العمال الجزائريين بهذه الطريقه. النقابة الوحيدة الجزائرية وهي أصلا النقابة الوحيدة كي اكزيست سور لو تيران واللي عندها دي زاكسيون راها تدافع بحق العمال الجزائريين هي السناباب، يعني لي سانديكا كونتونوم بصفة عامة النقابات المستقلة الجزائرية يكثر خيرهم. ونشكر بالأخص يعني الرئيس رشيد ملاوي رئيس نقابة سناباب اللي وقفوا جنبي بعد ما وصلتهم هذه القضية هذه وساندوني في القضية هذه، وراح إن شاء الله يعني أون بريفوا ديزاكسيون بروشينمون كما تكلمنا من قبل، أون بريفوا ديزاكسيون بروشينمون سوسخا إن شاء الله بإذن الله إيماج ألجي سونتر، يعني إيماج باسيفيك للمطالبة بالحق بس
الدستوري والشرعي اللي هو انشاء فرع نقابي من الشركات الاجنبيه. والان يعني راه بزاف الصدى تاعها يكبر وناس كثيره يعني راه حابه تشارك هذه لانهم عرفوا باللي الناس بدا يروح عليها الخوف هذا والناس ثقت باللي هذا معناتها الطريقه الوحيده لانتزاع الحقوق تاعنا هي المطالبه بهذه الطريقه. لا يمكن ذكر لادات بريسيزامون ونظن تعود عندك فكره لماذا. نعم. احنا ان شاء الله قلنا سسخا بروشينمون ان شاء الله اون ديسيدي لو جور ان شاء الله كونت اون ديسيدي لادات اكزاكت ولا راح نعلمو وني اون كونتاكت ديريكت مع كثير والفرق من الاشخاص الناس اللي راه حابه تشارك هذه رانا كونتاكت معهم خاصه عن طريق الانترنت وفي